ايش ميزه الحلبه يا شباب؟ الارضيه فيها زيت، شايفين؟ يعني اشوف البرجولي قاعده افحط بالجزمه، قاعده افحط. يعني لما تمشي خليك حذر. وشوفوا شوفوا السياره، شوفوا شوفوا ما شاء الله السياره، محركين كهربائي، هنا محرك وهنا محرك، وشايفين الكفرات ما شاء الله عليها ايش؟ زي الزيت، شايفين؟ وهنا بطاريه كبيره ما شاء الله، وهنا بطاريه كبيره، يعني بطاريتين. والله خطيرين خطيرين خطيرين، ايش رايكم؟ اكشن صح؟ شايفين؟ اكشن. دائما نخلي عيالنا يلعبوا الحاجات هذه، هذه تعتبر امنه. ليش امنه يا شباب؟ لانه فيها البامبرز وعليها جلد، تمام؟ وهنا في كل جهه ما شاء الله شايفين الجلد والبلاستيكات، تعتبر امان باذن الله. شايفين؟ بطاريات واسلاك كبيره ما شاء الله تبارك الله، كل الاسلاك معزوله، شايفين؟ محركات كهربائيه اثنين، حتى الاسلاك ما شاء الله تبارك الله مربطه مكانها. انا يعجبني الشغل النظيف هذا، احب الشغل النظيف هذا. برافو برافو ما شاء الله تبارك الله. هنا الكنترولر يا شباب، شايفين الكنترولر؟ شايفين حق المحركات الكهربائيه؟ شايفين مكانه فين؟ بسيطه جدا، كفرات، محركات كهربائيه، بطاريات، والمتحكم حق المحركات، يسموه كنترولر يا شباب. شايفين؟